لا يقتصر نشاط الحرس الثوري على تهريب الأسلحة إلى الحوثيين فحسب، حيث يشمل هذا النشاط تهريب عناصر من ميليشيات شيعية في المنطقة لإدارة وتشغيل أسلحة لا تمتلك عناصر الحوثي معرفة في تشغيلها كالصواريخ البالستية التي وصلت شحنات كبيرة منها إلى اليمن. بالنسبة للصواريخ البالستية أيضا، هي أحد الأسلحة التي هربت إلى اليمن، سواء عن طريق الطيران لما كانت هناك 20 رحلة طيران والآن مخبية في الجبال، وخصوصا في منطقة جبال النهدين وفي ألوية بعض الصواريخ لأنها داخل الجبال. المشكلة الصواريخ في اليمن أن جهاز الجايروسكوب قديم تحتاج إلى صيانة معطلة، فأتوا بصواريخ إيرانية. من يقوم على تشغيل هذه الصواريخ هم ناس من حزب الله العراق أو حزب الله اللبناني بجوازات لبنانية وبتدريب إيراني. يعني هذه العملية واضحة، حتى الأسماء لدي الناس اللي عملت في اليمن، وإذا قال لك ما في ناس قلهم كذابين.